السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم وياكم آخر العنقود، آخر طير نربي، أي زيكو، طير حوب اللي هو طير الباتشي. أي طير الباتشي، تفضل شوفوه، جناته كفوحة. شو مسوي له هذا؟ باعوه ها، مسوي له جيب، جيب عبارة عن جوراب يعني. وهاي صار له ساعتين نايم هنا، ولا كان منتعش وخير من الله. أي أشوف ما شاء الله، إيه صار لي 3 أيام معلمي ينام بهذا الجيب، إيه خير من الله. هاي آخر العنقود، تحولت من الكراسكو والدر والتالندي والكذا، يعطوني من حجي علاء، إيه حجي علاء الله يعطيه الصحة والعافية، كرمنا بهذا طير الحوف، فرق صغير وهاي ما شاء الله تباعوه، شلون منتعش، خير من الله. تعال زيكو، شو ماله، سمنا كفوحة جنات، سمنا زيكو. حجي على هذا طيرك، شوفه اي شو متونس. هاي جبناه من القفص قبل تقريبا 5 أيام 6 أيام، هاي ما شاء الله شوف شلون نايم، مسنح فرخ صغير، هذا عمره تقريبا شهر. زيكو سنة بقى نايم ولا شنة. ربي يحفظكم ويحفظ حلالكم من كل سوء ومن كل مرض. ومناسبة هذا المقطع الفيديو، دير بالكم على حلالكم من هذا الجو، هذا الجو مليء بالأمراض، احنا بشر نتمرض، كيف هم هاي الحيوانات. فماكو طلعة خارج البيت ممنوع، بقيب داخل البيت ودير بالك عليه من الحرارة ومن البرودة، خلي بجو معتدل مال البيت، وإن شاء الله صحة وعافية، ورب يحفظكم دنيا وآخر إن شاء الله.